حياكم الله من جديد ومساكم الله بالخير والنور والكرامة في دهن العود مع سعود على ليالي الكويت في تلفزيون دولة الكويت. لازلنا في حلقتنا الثانية تكمالة للجزء الأول مع والدتنا الحبيبة الغالية على قلوبنا خالتنا أم منيرة. حياك الله مرة ثانية يا الوالدة الحبيبة. هلا ومرحبا. شرفتينا ونورتينا هذه الساعة المباركة. هلا ومرحبا. الحين بودنا الله يسلمك نعرف بالجزء الثاني سالفة السبع لاءات اللي مألفتها أم منيرة الشمرية. علمينا شنو هي السبع لاءات وشنو أول لاء؟ أنا أذكر منها لا تذمر. أيوة. عدل؟ أي صح. وبعد؟ ولا تتحكم ولا نعم. شو اسمه؟ والله ولا تبادر. ولا تبادر. أيوة. ولا دخل بالناس ها ولا تحسف اي ولا تحسف ولا تشكى ولا تشكى ولا تحكم ولا تحكم بحد. والله اني نسيت من كثره ما شاء الله عليك التسجيلات نسيت والله ايه. بس يعني الواحد لابد عنده خليل عنده عزيز على قلبه يتشكى له حتى لو تشكى له ويبي يتشكى بس اخر مره بتلوح جنبه منه يقول خلاص لو وحد جنبي كل يوم تشكى صح ولا لا ايه. بيملون اي والله يملونك اي كل شوي بيروح والله يا فلان انا فيني وفين كل يوم بيجي يعلم مره مرتين ما يخالف تحمل الواحد المفروض انه يلجا بالاول وبالتالي حق رب العالمين اي والله الرب الحين الله يسلمك والدتنا العزيزه ام منيره دائما تقولين في فيديوهاتك ان الناس تغيروا والبشر تبدلوا ايوه والله تهجين وش اللي غيرهم وش رايك انت في هذه النقطه والله يعني؟ امنا الغزه جهه تغيرت الناس ما حد يجي احد ما حد يعبر احد ما حد عنف بالله والله يمرون من عندك ما يقول السلام عليك ولا يشوفون انك مريض ما يجون حد يقول شلونك والله العظيم ان الواحد تركض في المستشفى يطلع ما حد يجي ايوه مو مثل قبل قبل يجي بعضها تقهوى مع بعض الصبح شاينا وقهواتنا وريوقنا نجتمع حنا وجيران الحين ما في افا ايوه والله ما في من الغاز ونجا يعني انت فقدتي اكسارات وعوايد الاول ايوه والله فقدتي من ينشد عنك ايوه والله واجد وتهجين شنو الاسباب طال عمرك؟ والله يمكن الناس ما أدري والله كل واحد والله ظروفه بالدنيا ما أدري عنه أي والله بس يعني الوصل واجب والإسلام يحثنا على الوصل والمواصل أي المواصل بين عند الأهل ما يخالف نعم أما الناس هذه كيفه أما عند الأهل القرائب الخوال العمام هذه حلوة يجي يواصلها أهله وأمه وأبوه نعم يسأل عنهم والحين الناس تغيرت والله يعني الله يزين الحال الله كريم هل ما زلتي الله يسلمك ويحفظك بينك وبين اكسراتك بالفريج اللي انت فيه بالواحة بالجهرة ما زال بينكم مواصل وتنشدون عن بعض وتزاورون لا لا, لا أبد أفا أبد والله لا يسألون ولا حن ايه؟ يعني تغيرت الناس ايه؟ مثل قبل ايه؟ ايوه لا برمضان ولا بالاعياد ولا بفرح ولا بحزن يقول شلونك أيه. يعني طالما انت تقولين انقطع المواصل وانقطع المزاور أيه. اظنك بعد انقطعت النقصه اي هذه ما ارفع نشوفها أيه. من زمان هذه علمك فيها مبطي من التسعينات ايش تقولون لو دزيتوا شيء حق اكساراكم والجيران تسمونها نقصه ولا طعمه والله كنا نقصه نقصه اها اي والله ماني ذاكرة الظاهر هذه لأن انقطعت خير شر اي والله من زمان صار لها 20 سنة زين يوم ان انقطعت من صوبك انت ليش حضرتك ما تبادرين وتدزين حق اكسارات يعني هالنقصة ولا هالطعمة يمكن يردوا لك الماعون والزاد والله قبل جيراني هذولا نعم قمنا نتبادل وقت وقبلنا انقطعنا عن بعض اي الحمد لله على كل حال يوم انك صغيره خالتي ام منيره
ايش كنتي تسوين بالريوق وبالغداء وبالعشاء سواء في بيت الوالد عند اهلك الله يرحمهم ولا يوم ان خذيتي الله يرحمه ابو منيره؟ والله نسويها العادي. ايش ريوقكم شنو فيه كان؟ ريوقنا بيض ايه فول طبخاتنا هذه العاديه. والغداء؟ والغداء دجاج دقوس اي شيء نسوي ناكل. ايه اي والله. والعشاء؟ والعشاء والله نوب نسوي احنا خبز. خبز؟ اي اي تخبزون بالبيت خبز خمير. اي عجيب. اي والله. وش تاكلون مع الخبز؟ ما يصير بروحه. والله ناكل معه يا طويل العمر اكثر شيء نشرب حليب ولا ناكل رقي وياه الكويت اللورد. اي رقي وخبز ها ولا عنب وخبز؟ لا والله اكثر شيء احنا نميل للرقي. الرقي البارد. اي والله. هذا عشاء صحي. اي والله. وخفيف يعني. أيوة. ما وراء مضره. اي والله. الحين العشوات كلها دسمه. ما ناكل الدسمه قبل وما منك زود يعني بنشتري عندنا ثلاجه نحط فيهن ولا لا. يعني بيوم نجيب أكلتنا بيوم نطبخها ونأكلها. يعني كل حين ما في ثلاجة ما في كهرباء ما في. يعني كان لحم ولا دجاج ولا سمك تجيبون سمك ولا ما لكم فيه؟ ايه نجيب على طول. ايش تحبون من السمك؟ والله أكثر شيء أبوي الله يرحمه يجيب الشوي. ايه شعوم شوي؟ ايه يجيب صبور يجيب مدري. أي. والله اشكال فلوهان. انا نشتش عن الاكل لاني بعرف انت ايش تشيخين عليه تطبخين ولا ما تطبخين؟ اي والله اطبخ الحمد لله اطبخ. وش تميزتي فيه؟ شنو اللي انت تسوينه عدل ويطلع بشكل حلو؟ والله اكثر شيء اسويه مطبق زبادي دقوس. هذا شيء مسكت. محموس زبادي. اي ونسوي مشغول ونسوي يعني شغلات اهل الكويت قبل. نعم ايوه. يعني تجي دي المطبق الزبيدي. ايه الحمد لله. الله. تحشينه كنتي ولا ما تحشينه؟ اي والله حشي لازم. ظنتي بالاول يوم اني صغير اشوفهم يخيطون السمك. والله نخيط والحين احنا ما نخيط نحط العيدان هذه مالت ايه اللي يحطونه يجيبونه مالت خشب عود خشب يلفون عدل 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 او يخيطونه ببره. ايه انا اللي اذكره شفتي خيطونه ببره. ايه اكثر الناس. نعم نعم. والخيط يكون سميك. ايه صح. نعم. ايش تذكري لنا خالتي ام منيره من مواقف وذكريات حلوه مع المرحوم الوالد والمرحومه الوالده غير قصه وحزايه الحرام اللي ببوق الذهب؟ ايش تذكري من الوالده من الوالد يوم انكم بالعضيليه يوم انكم بالدوقه؟ والله ما يعني ايه بس اكثر شيء والله على ما قالوا بس قاعد ابوي اكثر شيء ما طلع من سالفه الغوص قام يقعد وحط له ديوانيه ما شاء الله يسيرون عليه من اهم الشعلان واجد والله يجون تبارك من الله اللافي. ايه بس والله نسيت اسامي. يعني الله يرحمه كان عنده مجلس وديوان. اي والله. ايه حط له ديوانيه قاعد يجون ويسوي قهوته ما شاء الله. حنا نجي عادي. اي نضبط له بعض الشغلات. اي ايوه. من اللي يسوي قهوته انتو؟ لا والله هو يحب يسويها بنفسه ما شاء الله. بس مثلا نغسل دلاله ننظفها نرتبها. نعم. في شيء بعد يسمونه رب الدلال اللي يربون الدلال. اي ودي انه باتي ربن عنده اللي يربون الدلال هذا. اي نعم. والحين انت تسوين قهوتك بعد بنفسك؟ اي والله احمسها. نعم. واسويها ما احب اشتري الخلطات ما شاء الله تبارك الله. اي والله. وتحطينها بدله ولا بمطاره؟ لا بمطاره خلي لها الحال والزعفران الحال. نعم. وخلطهم. عموما احنا نتمنى لك الصحه والعافيه. الله يعافيك. ونتمنى لك السعاده في السوشيال ميديا وهذا البرنامج اللي انت تحبين تطلي منه في التيك توك. ونشكرك ونشكر بيتك وبناتك. الله. الله يعافيك. كل الشكر والتقدير لوالدتنا العزيزه ام منيره. نتلاقى وياكم كاننا من الحيين الاسبوع الجاي حلقه جديده وضيوف جدد. أمناكم الله. كان الوالد المغرب في البوم
يمسون عليه البحرية كلهم واحد ورا الثاني. الحين لزقت عنزاروت، من يعرف طلعت هذا حق اللي يصيبه وجع أو بودمقة. فيليتشا اللي هي مثل ما يقولون إيكاروس، وفي بعد اسم ثالث يقولون فيليكس. الفيليكس معناته باليوناني الحارس، تحط بالجوجل حارس المرمى باليوناني مكتوب فيليكس. كأنك تطبخ. لا أكيد ماكو فيلتشاوي ما يطبخ. ها لا تطبخ. فيليتشا أحلى الجزر.